بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب تنفيذ صيانة لشبكة مياه الشرب في عدد من الأحياء المحررة من الإرهاب بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون ليرة سورية. هو عبارة عن خط مياه قديم متهالك ومضر نتيجة الأعمال الإرهابية بطول 1.5 كيلومتر، نقوم باستبداله بقطر 300 بيساعد بزيادة الضغط وتأمين مياه أكثر إلى الإخوة المواطنين. كمان أحد الأهداف من هذا المشروع هو التقليل من التسريبات للمباني. المشروع هو استبدال خط مياه الشرب الرئيسي من دوار جزماتي إلى مخفر الشعار. هالخط عمره أكثر من 50 سنة ومهترئ، ورح يتم استبداله بخط قطر 300 من الفونت المارين بطول 1500 متر مع الربطات المغذية للحارات المجاورة، ظهرة عواد، جورة عواد، جزماتي، الميسر، الشعار، الأطرجي، كرم الأطرجي. حاليا نقوم باستبداله بقطر 300 ملي من الفونت المارين لتأمين مياه الشرب الصالح على الأخوة المواطنين وتوصيلها للمناطق، وبالتالي نحن تخلص بالتسريبات الغير ظاهرة. رح ننتهي منه بأقل ما يمكن ب 20 يوم إن شاء الله، 25 يوم ننتهي بالموضوع.